توجد العديد من المقابر في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، ويلاحظ ذلك عند دخول المدينة وعلى أطرافها. ويعود انتشار المقابر إلى قدم المدينة وحضارتها التي بزغت قبل الإسلام. تعد سيحوت العاصمة الثقافية لمحافظة المهرة وأحد أكبر مديرياتها. مديرية سيحوت تحتوي على مجموعة من المقابر القديمة اللي أصبحت الآن غير صالحة لأي قبور جديدة، بحكم أنها داخل المدينة ومزدحمة، والبعض الآخر استولت عليها واحتوت عليها السيسبان، شجر السيسبان، وأصبحت مخيفة في نفس الوقت. وأغلب المقابر في سيحوت أصبحت الآن غير لائقة لاستقبال أي موتى أو أي مقابر جديدة. هذه القبور لم يعد يدفن فيها أحد، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها امتلاء المساحات المخصصة للقبور والتي أصبحت إلى جانب البيوت، إضافة إلى مزاحمة أشجار السيسبان، حيث نبتت هذه الشجرة في العديد من المقابر واحتلت جزءا كبيرا من مساحتها. حاليا أصبحت مقبرة الخضور المقبرة الوحيدة تقريبا التي تستقبل الموتى، ويدفن فيها أغلب أبناء سيحوت موتاهم، حيث يوجد فيها مساحة كبيرة خصصت لدفن الموتى. وعلى الرغم من أهمية المقبرة، إلا أن الأهالي يطالبون ببناء سور يحفظ مساحتها وحرمات أمواتها، كما أنها تتطلب وجود مصلى ودورات مياه للمصلين.